عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة خبر جميل لكل الجزائريين، وهو اول ظهور للمدرب والوزير السعادة والناخب الوطني بالماضي. طبعا هو ظهر وكان في احدى المولات تقريبا، وظهر مع صحفي لبناني، والصحفي اللبناني ده كلمه وقال انا معايا مفاجأة وكل اهل لبنان بيحبوه جدا جدا جدا، وهيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وبعدين اداله الكاميرا وقال كل سنة وتهنئة بمناسبة شهر رمضان لكل اهل لبنان. وطبعا الناس فرحت جدا 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 ان هي شافته، لكن متأثر شوية وبين هو زعلان. ربنا يا رب ان شاء الله بحق الايام الفضيلة دي بإذن الله تعالى يخفف عنه ويخفف عننا كلنا اي حزن في قلوبنا يا رب العالمين. ربنا يوصلنا كلنا لمراد كل واحد في قلبه حزن يروح كده يبعد عننا، وربنا يبدل مكانه كل فرحة ان شاء الله، وربنا يدي كل واحد ويحقق له احلامه يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. في شخص حد نحن بنحبه كثير بلبنان بده يوجه لكم رسالة. كابتن جمال، السلام عليكم شعب لبنان، رمضان مبارك وان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. حبيبي كابتن، كل الحب لكم. الفيديو بتاعنا يكون خلص خلاص، ونشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.